الملك يعين اليوم مفتشاً عاماً جديداً للقوات المسلحة خلفاً للجنرال الفاروق بخير. ذكرت صفحة فر الماروكا أنه من المنتظر أن يستقبل اليوم الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية كلا من الجنرال دو ديفيزيون محمد بريد قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والذي سيتم تعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة الملكية خلفاً للجنرال دوكو أردرني الفاروق بخير الذي سيتم توشيحه بوسام ملكي رفيع خلال نفس الاستقبال. وحسب ذات المصدر الموثوق سيّم الإعلان عن تغييرات أخرى في قيادات القوات المسلحة الملكية سنعلنها لاحقاً. يشار إلى ذات المصدر كان قد كشف تعيين الكابتن دوفيسو ماجور كولونيل ماجور محمد طحين مفتشاً عاماً للبحرية الملكية خلفاً للفيس أميرال المصطفى العلمية.